نتابع معكم برنامج السوق، ومع موضوع حلقتنا اليوم هجرة العقول العربية، الأسباب والحلول. سعادة الشيخ، تعرضنا لقضية في غاية الأهمية، وهي نوعية التخصصات التي يهاجر في الغالب أغلبها، وهي أغلبها تخصصات علمية، كما ذكرنا بعض الأمثلة، الطب النووي أو الهندسة النووية أو علوم الليزر أو علوم الفضاء. فما هو تعليقكم سعادة الشيخ، طالما أنه هذه النوعية من الوظائف غير موجودة أصلا في مجتمعاتنا العربية والإسلامية؟ تفضل. هو لا يستغرب هجرة هذه التخصصات لمو ندرة لانعدام هذه المجالات في دولنا. هندسة نووية حيشتغل بها فين؟ إذا كان نحن أي دولة يبتدي فيها حتى استخدام النووية لأغراض سلمية يقوموا علينا. فالخطأ خطأ الدولة التي ابتعثت في تخصص لا يوجد له مجال عندنا. والخطأ الثاني خطأ المبتعث إلا راح تخصص في شيء يعلم إنه ما هو في بلده. أنا كثير من أقربائي أو إلا في محيطي أو إلا يستشيروني أتخصص إيه ويجيني بتخصص يعني نادر. أول سؤال أسأله هو أنت ناوي تهاجر؟ إذا كنت ناوي تهاجر روح هذا التخصص، إذا ما أنت ناوي تهاجر إيش حتسوي بعلمك إلا أخذته في هذا التخصص؟ وأضرب مثل، عندي بنت أخويا دكتورة وراحت في بعثة وأخذت تخصص في علم من يعرف إيه، يعني ليس لها اتصال ممكن يكون بالمرضى، لا حتقدر تجيب فلوس من مهنتها، لا يوجد هذا التخصص عشان تكمل أبحاث. فلا بد أن يكون الإنسان واقعي عندما يختار التخصص طالما هو ينوي العودة إلى بلده. إنما إذا كان بينوي الهجرة أساسا هذا موضوع آخر، ويدخل فيه الولاء للوطن، ويدخل فيه الولاء لما قدم لك الوطن كل السنوات إلى أن وصلت إلى هنا. لكن ليس كل الهجرة شر. أنا كما ذكرت نحتاج إلى أن بعضنا يهاجر ويبرز ويعطي فكرة عن أننا كأفراد إذا أتيحت لنا الظروف المناسبة فنحن لا نقل عبقرية عن كل أبناء الأمم المتقدمة. سعادة الشيخ، نعطي يعني فرصة للأخوة والأخوات الحضور معنا اليوم، ولا شك أنه قضية يعني هجرة الأدمغة من القضايا اللي لا شك أنهم لمسوها في واقع الاجتماع اللي يعيشونه. نرحب بهم من جديد ونسمع بعض الأسئلة والتعليقات. فضل. السلام عليكم. عمر عبد الكريم فادن، كلية الهندسة جامعة الملك عبد العزيز. زي ما تفضلت سعادتك عن الأسباب اللي أدت إلى هذه الهجرة وكذا، أكيد هذه لها أسباب، يعني لها نتائج اقتصادية علينا كعالم إسلامي يعني. فهل قامت الغرفة التجارية الإسلامية أو أي حاجة منظمة إسلامية بعمل إحصاءات على مدى الخسائر؟ لأنه إحنا بنخسر من ناحية أنه إحنا بنضطر نجيب خبير أجنبي بندفع له أضعاف عشان يسوي لنا الشغل اللي كان ممكن نبتعث واحد من بلدنا يسويه وبقيمة أقل ووطني وكل شيء. ثاني شيء إحنا كمان بندفع أنه أحيانا أصلا يعني بندفع يعني ابتعاث في تخصصات سبحان الله عندنا ما تنفع أساسا لا لطبيعة الأرض ولا لطبيعة التضاريس ولا شيء. فما أدري، أنا السؤال كان في الناحية الاقتصادية إيش التأثير وبس. شكرا. هو في الناحية الاقتصادية والإحصائية الشيخ جاسم ذكر إنه يقال إنه الخسائر حوالي 200 مليار دولار. الخسائر لا تتمثل فقط في إنه أنا ممكن أستغني عن خبير أجنبي لو رجع ولد بلدي
وأعطيته أقل شوية. الخسائر تتمثل في أنه أنا صرفت عليك في الابتدائي وصرفت عليك في الإعدادي وفي الثانوي، وربما أنت رحت البعثة على حسابي كحكومة، هذه خسارة محققة في الأداء. لكن لما نرجع للسبب الأولاني اللي قلته، عدم توفر المناخ العلمي، أنا أصلا ما بجيب خبير أجنبي لأنه ما عندي مجال للهندسة النووية، ما عندي مجال للطب النووي، ما عندي أشياء كثيرة. لكن الخسائر في أننا سنظل أمم متأخرة عن ركب الأمم المتقدمة. نحن لا نساهم في الحضارة البشرية بمخترع واحد، عايشين عالة على العالم. لو تحسن المناخ العلمي البحثي ورجعوا أولادنا، سنتطور ونكون من الأمم المتقدمة. انت سألت عن الغرفة الإسلامية للتجارة، أحد أهداف الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة تشجيع الأبحاث والاختراعات واحتضان المخترعين في تنفيذ اختراعاتهم. والآن هناك شركة تحت التأسيس لكي تأخذ بيد هؤلاء، لكن الأبحاث على الحكومات أن تقوم بالاهتمام بذلك. بدأت في السنوات الأخيرة بعض الحكومات تتخذ إجراءات، زي جامعة الملك عبد الله إلا في رابغ بتنشأ ووضع لها وقف كبير ب10 مليار، وهي جامعة بحثية. لكن أرجو إنه مع تطور الأبحاث في الجامعات أن يتطور المجتمع في مجال الأعمال، لأنه بعد ما تتخرج أنت من الجامعة فين حتروح تشتغل إذا كان ما فيش في المستشفيات اهتمام بالأبحاث، إذا كان ما فيش في المصانع اهتمام بالأبحاث حتشتغل فين؟ أنت ما أنت متخرج مهندس عادي، أنت متخرج بدرجة عالم، لازم نتيح العمل. فيجب أن نطور الاثنين سوا، الجانب العلمي البحث الأكاديمي، وبدأنا ببعض التجارب زي ما قلت جامعة الملك عبد الله وغيرها من الجامعات. لكن أيضا كمان مجتمع الأعمال لازم يتطور. نحن ما نلقى في الصناعات الوطنية عندنا أقسام للأبحاث، وما نلقى تطوير للمنتج، بس ننقل التكنولوجيا وناخذ الترخيص من المصنع الأجنبي ونحن ما نضيف عليه ولا شيء. لابد أن يكون في عندنا هذا الحافز إلى أن نتطور وأن فمحتاجين في الجانب العلمي والجانب العملي معا. نأخذ مشاركة أخرى من الإخوة والأخوات الحضور، من يحب يشارك تفضل. شكرا لتواصلكم مع الأجيال. ابنكم عمر بن عبد العزيز، جامعة المسيف القاهرة. سيد الكريم، لا زال هوس الغرب مسيطر على معظم العقول البشرية ومعظم العقول الحكومية أو الوزارية في الشرق، لا سيما أننا نجد من يعامل من الأوروبيين أو من يمتلك الجنسية الأوروبية في بلادنا نحن العربية معاملة أفضل من مما يعامل بها أبناء البلد، حتى وإن كان هنالك تقصير فيهم. سيد الكريم، نجد أن الدكتور أو المهندس في المستشفيات، في المصانع، في ما شابهها، يعامل أفضل مما يعامل به الطبيب أو المهندس أو الاستشاري، حتى وإن كان تخصصه أفضل من هذا التخصص. فإلى متى هذا القمع الذي نحن به؟ النقطة الأخرى، لما لا نجد مناخا مناسبا للتعلم بدل هجرتنا إلى هناك؟ إن كنا نتحدث كما ذكرت عن الأشياء السياسية وهي ليست
حجة كما ذكرتم، أو تحدثنا عن المجال الاقتصادي يجب أن ندعمها أيضا، لما لا يكون هنالك نقل لما نتعلمه إلى هنا، لا سيما أننا وصلنا إلى مصاف الدول المتقدمة؟ ما الذي ينقصنا أن يكون لدينا ما لديهم؟ ما الذي ينقصنا أن يكون لدينا علم؟ ما الذي ينقصنا أن يكون لدينا ثقافة حتى نتحداهم ونصل إلى القمة؟ لا سيما أن العلم الذي تعلمه هو علمنا نحن، علم آباؤنا وأجدادنا أيضا، لا سيما أن ما علموه وما استطاعوا أن يصلوا إليه هو بعلمائنا نحن. نجد أن أفضل علماء الغرب ومن قام عليه الغرب هم من علماء الأمة الإسلامية ومن علماء الأمة العربية، وما ذكرتموه سيدي. شكرا. حبذا هذه النقطة تفضل. شكرا شيخ، تفضل. شكرا يا أخ عمر بن عبد العزيز، اسمه من أسماء الحضارة، تذكرنا بعهد من عهود الازدهار في العالم الإسلامي، الازدهار في العدل، ولذلك تميز عصر سيدنا عمر بن عبد العزيز نتيجة العدل. لم يوجد فقير في الدولة الإسلامية ليأخذ الزكاة. المقطع الأخير من كلامك إنه آباءنا وأجدادنا، لا تقل أصلي وفصلي يا فتى، إنما أصل الفتى ما قد حصل. لا نتغنى بالأمجاد، علينا أن نحاول أن نكون مثل الأجداد في الأداء. لكن في معاملة الأجنبي غير معاملة المواطن، يجب ألا تكون الفوارق شاسعة، ولكن أن أعطي الأجنبي أكثر مما أعطي المواطن هذا شيء طبيعي، لأنه هو ترك بلده وأهله وجاي هنا عشان يحقق دخل أكثر مما بيحققه هناك. هو ما درسته حكومتنا، ما صرفت عليه، ما له دين في رقبته لبلدنا. نقبل بأن يميز الأجنبي مقابل كل هذه الأشياء والغربة، ولكن لا نقبل بالاستهانة بمقدراتنا.